طيب نفهم هذه الأعراض اللي بتقعد معنا شوية بعد الشفاء من كورونا، زي ما قالت كده وزارة الصحة في المنشور نشرته منذ قليل. هنتكلم على فكرة التليف في نسيج الرئة، ده بيصيب أي الحالات بالظبط؟ يعني إيه أكتر الأشخاص أو الحالات الصحية اللي بيترك عندهم تليف؟ برحب بالأستاذ دكتور ياسر مصطفى، أستاذ ورئيس قسم أمراض الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس. دكتور ياسر مساء الخير، أهلا بحضرتك. اهلا، مساء الخير يا استاذ عامر، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. الى هذه الدرجه اتضح ان في ناس بعد الشفاء التام من كورونا بيعانوا من تليف في الرئه؟ فعلا في نسبه مش بسيطه، يعني ما تعتبرش بسيطه، لان احنا ما كناش بنشوف بعد الفيروسات العاديه اللي قبل ما تظهر الكورونا. فالحقيقه بقينا نشوف الحالات بتعاني من تليف، والتليف ده بيؤدي الى تلف في نسيج الرئه بدرجات متفاوته، منها البسيط ومنها العنيف، اللي بعض الحالات القليله قوي ممكن يعني بره. الحقيقه في الصين وفي امريكا في بعض الحالات في صغار السن احتاجت، وصلت لدرجه انها احتاجت زراعه رئه، يعني رئه تلفت بالكامل. طب ده بيبقى ليه أسباب؟ يعني الحالات السيفير أو الحادة دي في التليف الحاد للرئة بيبقى ليه أسباب؟ بص حضرتك، هو طبعا أكيد في أسباب بتعود إلى يعني الأساس الجيني والاستعداد الجيني للأشخاص اللي بيختلف من شخص للتاني. يعني كتير جدا إحنا يعني دايما نقول ان الاشخاص اللي عندهم ضعف في المناعه عرضه للاصابه بصور شديده من الفيروس، وان الفيروس بيقدر يهاجم الجسم والرئه بالذات، لانه يعني هو الهدف الاساسي للفيروس هو الجهاز التنفسي. مظبوط. فطبعا لما بينزل الجهاز التنفسي السفلي اللي هو بيمثله هنا الرئتين، ويوصل لحد الحويصلات الهوائيه، وتبدا المعركه بين الجهاز المناعي والفيروس، بيتخلف عن هذه المعركه وطبعا الناس بتستعجل من ده، بس ده الطبيعي، ان بعد الفيروس ما يموت والعيان يقلب نيجاتيف او سلبي، يعني نلاقي ان بدات متلازمه التليف تحصل وتستمر وتزيد رغم ان الفيروس توفى او مات، يعني او الجسم قضى عليه. ده نتيجه التفاعل اللي بيحصل بين الجهاز المناعي والفيروس. ده بيختلف من شخص للتاني نتيجه للاستعداد الجيني، ملوش علاقه خالص هذا الشخص اصلا عنده ضعف في المناعه او عنده سكر ممكن او يكون عنده جيني، امراض يعني مناعيه، ما بتفرقش، ما لقيناش الحقيقه. يعني لا في لا، ناس هو ممكن اكيد تكون غير استعداد مدخنه جيني وجالهم لبعض تليف، الاشخاص. وتليف شديد مثلا في الرئتين، في اليمين طبعا والشمال، في ما كتير بيدا على عمرهم ما فكره. دخنوا مثلا يعني. لا لا لا، ملوش علاقه، ملوش علاقه. بنقول طبعا ان اكيد اكيد اللي بيبقى عنده مشاكل تدخين او امراض مزمنه في الرئه اصلا زي الساده الرئويه او استعدادات التليف القديمه، اكيد ده هيبقى عرضه تمام. اكتر طبعا. لكن احنا بنفاجئ ان في ناس كانت سليمه تماما قبل كده مظبوط. وعندها المشكله دي. طيب نسب الشفاء من مساله التليف، ان الرئه تعود الى طبيعتها مره اخرى، في الحالات البسيطه والمتوسطه دكتور بتاخد قد ايه؟ والله بص حضرتك، اولا عشان نطمن الناس برضو ما يعني ما ينزعجوش، هو تقريبا اكتر من 90% من الحالات اللي بيبقى فيها استعداد للتليف بتشفى تماما، وحتى لو سابت اثار ما بتبقاش الاثار دي الحقيقه مؤثره على وظيفه الرئه بنسبه كبيره، يعني بيقدروا يعيشوا حياتهم بعد كده بصوره طبيعيه تماما. يعني تمام. طبعا كل ما كانت الحاله بسيطه او اقل من الشده، كل ما كان نسبه حدوث مشاكل كتيرة في الرئة بتقل جدا جدا. فما فيش نسبة محددة، لكن هو الحقيقة أكتر من 90% من الحالات بتكون بتشفى تماما. المهم الحقيقة، وده يعني رسالة أنا بوجهها تفضل. للمرضى وبوجهها برضو للأطباء اللي بيمارسوا، يعني طبعا العبء على وزارة الصحة الحقيقة والجهاز الصحي كبير قوي، واحنا ما نقدرش نقلل من دور القطاع الصحي الخاص طبعا اللي ساهم الحقيقه في علاج طبعا. مرضى كثيرين يعني. بس احنا كلنا في مركب واحده، عايزين الناس اللي بتعالج، اذا كان اخصائيين باطنه او تخصصات اخرى بتشترك في منظومه العلاج، يبقى عندها درايه وتتابع التحديثات اللي بتحصل كل اسبوع وكل يوم
في البروتوكولات بتاعه العلاج. اكيد كتير جدا بلاحظ ان العيان بعد ما يكون مصاب باصابه شديده ويخرج من المستشفى، طبعا احنا عارفين ان الاساس في علاج التليف او منع هو صدر في الرئه بعد الاصابه الشديده هو عقار الكورتيزون، تمام. بلاقيهم كاتبين للدكتور للعيان بروشته فيها الكورتيزون موصوف بجدول، اول يوم كذا خمس ايام وبعدين قلل كذا خمس ايام وبعدين قلل وبعدين وقف. يوقف العيان بعد 20 يوم ومحدش تابعه في الفتره دي، وطلع من المجموعه اللي ناوي التليف يزيد فيها. تمام. دي بتحتاج علاج بقرعات اعلى والفتره اطول. طيب يعني النصيحه، طب خلاص دي النصيحه للاطباء، ولكن النصيحه لينا بقى كمرضى مش اطباء، نعمل ايه؟ ما احنا رايحين المستشفى وفي دكتور صبر. عدم التهاون وسرعه العلاج. طبعا عدم التهاون وسرعه العلاج، يعني ما تتهاونش ابدا، بالذات لو بدا الاكسجين يقل. يعني في ناس بتفضل تتعالج في البيت وتجيب دكتور صغير يتابعها في البيت وكده، لكن الحقيقه ما دام الاكسجين قل يبقى التفاعل بين الفيروس والجهاز المناعي وصل الى اشده داخل الرئه، وده الفتره اللي ممكن يحصل بعديها التليف. فدي فتره بيقول لحضرتك ان المريض ده محتاج رعايه خاصه عشان ما يقلبش معاه بتليف شديد. طبعا عظيم. طبعا ده طبعا دي طبعا. دي معلومه طبعا مهمه احيي حضرتك عليها، يعني الانخفاض الحاد في الاكسجين لازم نتعامل معاه بطريقه تانية، مش هو في البيت يعني. وفي حالات صحيح. للاسف توفيت بسبب الخط ده يعني على امتداد. طبعا يعني. طبعا حقيقي. وعلى فكره التاخر يعني ساعات بيفرق كتير. اكيد. انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا استاذ دكتور ياسر مصطفى، استاذ رئيس قسم امراض الصدر بطب عين شمس. ولازم افهم فكره التعب والاجهاد، ناس كتير جدا تقول لك انا من بعد ما خفيت من الكورونا بنام كتير، حاسس ان انا تعبان. ومن ضمن الحاجات الحقيقه اللي قريناها ان الكلى هي تاني عضو بيتاثر بشكل مباشر بكورونا يعني، وبيسبب اضرار جسيمه للكلى.